الحديث إذن مشاهدينا عن فرص جراء انتخابات مبكرة في العراق وسط إصرار الكتل السياسية على المضي بطريق المحاصصة الطائفية والحفاظ على مكاسبهم السياسية. معنا عبر سكايب من باريس السيد أمير المفرجي السياسي العراقي، مرحبا بك أستاذ أمير معنا. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي اتهم بعض القوى التي لم يسمها من شركاء في العملية السياسية، اتهمهم بمحاولة إدامة هذه الأزمة السياسية لإفشال العملية السياسية. من يقصد أستاذ أمير برأيك بهذه القوة؟ ثم هل تحتاج العملية السياسية وقواها أجمع إلى أصلا إلى من يسعى إلى إفشالها؟ شيء طبيعي ان تصريح هذه الشخصيه يدل بوضوح على وجود صراع كبير وخطير على ثروات وكراسي السلطه العراقيه، لانهم وكما كانوا هم باقون في مقاعدهم المزيفه في البرلمان. اذا العمليه السياسيه لم تنتهي بشكلها المحاصصي، بل تريد ان تبقى بهذه الوجوه وبهذه الشخصيات التي تريد أن تحصل على الكراسي وعلى حساب الشعب العراقي الثائر الذي خرج وقتل منه بالآلاف. إذن العملية السياسية التي يتكلمون عنها هي بقائهم واستمرارهم في نظام طائفي، نظام المحاصصة الذي على ما يبدو وكما نراه الآن بعد قدوم السيد مصطفى الكاظمي على أنه نظام يريد أن يكمل ما عمل به سابقا، وليس هناك اي فكره على وجود انتخابات مبكره. هذه الفكره هي لذر الرماد في العيون، لانهم يريدون ان يبقوا في هذا النظام، لانه النظام الوحيد الذي يستطيع ان يبقي على هذه الوجوه في ظل الوجود الامريكي والايراني. نعم، ايضا النائب المسعودي صرح بان هناك بعض القوى السياسيه يعني ما زالت غير مقتنعة بهذه العملية السياسية. أليس غريبا وجود قوى سياسية غير مقتنعة حتى الآن بالعملية السياسية بعد 17 سنة منذ بديها؟ وإذا كانت كذلك يعني لماذا لا تخرج من هذه العملية السياسية؟ هذا أنا لا أصدق ما يقولون. هم جاءوا يعني استطاعوا أن يثبتوا بأنهم موجودون في هذه العملية عن طريق نظام المكونات ونظام المحاصصة، وبدون نظام المحاصصة الذي يتكلمون عنه هم لا شيء وليس لهم وجود في العملية السياسية، لأنهم جاءوا عن طريق أحزاب لا تؤمن بالهوية العراقية وإنما تؤمن بقوة وبشراسة خطيرة بالهوية التفككية للعراق والعراقيين. إذا هم يقولون شيء ليس له حقيقة، أنهم طائفيون بامتياز، أنهم جاءوا بهذه الهوية الطائفية السياوية التي قسمت العراقيين، التي قسمت العراق وجعلته عرضة للنهب والسرقة من قبل هذه الأحزاب، وكذلك يعني التفريق بسيادته لحساب أسيادهم في قم وطهران والولايات المتحدة الأمريكية. هم جاءوا عن طريق هذا النظام وهم يعني يريدون أن يبقوا فيه إلى النهاية. هذه هي الحقيقة يجب أن تقال وكما هي. أيضا أستاذ أمير، اعترف هذا النائب بأن تشكيل الحكومة الآن يعني يمر بأصعب مراحله بسبب عدم فهم ما سماها المشاركة في العملية السياسية والعودة إلى تقسيم حصص الأحزاب سياسيا وطائفيا. ألم تعد هذه القوى ألم تعد بنبذ المحاصصة الطائفية والحزبية إبان بدء ثورة تشرين؟ من الطبيعي ان يعني يجب ان نرجع قليلا الى في قراءه هذا الموضوع الى وصول السيد مصطفى الكاظمي الى يعني الى هذه الفتره، فتره تشريحه لرئاسه الوزراء. هم يعني جاءوا بشخصيه تريد ان تبقى على نظام المحاصصه، هم جاءوا بشخصيه يقولون بانها شخصيه تريد يعني ان تحل مشاكل العراق، وانها شخصيه جاءت لخيار اضطراري للخروج من الأزمة العراقية، ولكن أنا لا أعتقد بذلك، لأن هذه الشخصية عندما جاءت وهي مفتاح الحل في المشكلة العراقية، هذه الشخصية لم تأتي يعني لم تكن كلغز يعني، هذه الشخصية جاءت لشيء يعني نستطيع أن نقول
لأنه أما خروج إيراني من الساحة العراقية أو خروج أمريكي من الساحة العراقية، وأنا يعني أذهب إلى الخروج الأول وهو خروج إيران من الساحة العراقية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفرط في الوضع السياسي العراقي، ولكن تريد أن تستعمل هذه الوجوه الموجودة لبقاء النظام السياسي العراقي بشكله الذي نراه الآن. إذا الكاظمي جاء وكما يقولون يعني الوساطة بين أمريكا وإيران، وأنه شخصية جديدة، وكأن الشخصيات التي سبقته لم تكن هي شخصيات عميلة للجهتين، لأمريكا والولايات لأمريكا وإلى إيران. إذا هناك استمرارية في هذه العملية السياسية، وهناك قبول أمريكي بهذه الوجوه في الوقت الحاضر، لأنه يريد البقاء على هذه العملية السياسية، مع العلم أن إيران في وضع مزري، إيران ضعيفة الآن، ولكن لا زالت لها يعني أيادي خفية، ولكن ليس في يعني كما كانت في الوضع السابق. أنا في نظري ويعني اعتقادي الشخصي بأن السيد مصطفى الكاظمي لن يغير شيء، وأن وجوده سوف يعني نراه أكثر وضوحا في الأيام القادمة. لكن أبرز وعوده هو إجراء انتخابات مبكرة، هل يستطيع برأيك تنفيذ هذا الوعد؟ وهل تستطيع هذه الكتل السياسية التخلي عن مصالحها؟ حتى النائب في البرلمان باسم خزعل وصف هذه الوعود بإجراء انتخابات للكاظمي بأنها كذبة. أولا الانتخابات المبكرة التي يريدونها أن تكون هي كذبة يعني واضحة، وقد عرفها الشعب العراقي يعني بوضوح، وكل العالم تعرف بأن الانتخابات التي يتكلمون عنها لا يعني لن تكون، لأن الوضع العراقي المشهد السياسي العراقي ب يعني أقسامه المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا تسمح بذلك. أولا الوضع العراقي نحن الآن في يعني خضم صراع إيراني أمريكي خطير على أرض العراق. الشيء الثاني، الميزانية العراقية هي ميزانية مفلسة، النفط العراقي يباع بسعر يعني جدا منخفض، وليس هناك أي يعني دعم اقتصادي لعمل انتخابات مبكرة في هذا الجانب. اسمح لي عفوا مقاطعة أستاذ أمير، في هذا الجانب تصريح عزة الشابندر ربما اطلعت عليه، قال إن هناك تسهيلات للراغبين في الحصول على الوزارات بسبب تدني أسعار النفط. يعني إلى أي مدى كان ارتباط هذه القوى السياسية بالمناصب مرهونا بمصالحها المالية وليس لإدارة مؤسسات دولة؟ شيء طبيعي، هؤلاء لم يأتوا لبناء دولة، هؤلاء جاءوا وفي رأسهم الحلم القديم هو السرقة، ويعني التواجد على كراسي يعني لها امتيازات ولها يعني تبعيات اقتصادية كبيرة، فنراهم يعني مشكلتهم الأولى هي هذه الكراسي وليس بناء وطن وبناء دولة كانت قد خربتها الولايات المتحدة الأمريكية في 2003. هذا شيء واضح يعني ليس لا رجوع إليه. ولكن أحب أن أعود إلى شيء مهم، وهو أن العملية السياسية التي يريدون أن تكون يعني عملية مبكرة هي يعني نوع من الخيال، لا أحد يصدقها، لأن العراق لا يستطيع أن يعمل العراق في وضعه الحالي. حتى الدول المتقدمة يعني تعمل أشياء يعني وتنظيمات وأسس وقواعد قبل أي عملية سياسية. هؤلاء هم الآن يتصارعون على السلطة ويتكلمون عن عملية سياسية مبكرة. انظر الغباء إلى أين وصل، وكأن العراقيين لم يفهموا ما يريد هؤلاء. المشكلة في العراق أن هؤلاء يعني يكذبون لأجل البقاء في السلطة، وكذبهم وصل إلى حد يعني لا يصدقه، وأصبح يعني شيء من يعني الجنون. المشكلة في العراق العملية المبكرة تحتاج إلى نظام سياسي، تحتاج إلى يعني دعم اقتصادي، تحتاج إلى مجتمع سياسي خالي من الأمراض، وكما يحدث في العراق. العراق الآن موبوء بوباء كورونا، وهذا سوف لن يعني يزول بلحظة، إنما ستكون هناك تتبعات ويعني تداعيات لهذه المشكلة في العراق، وكما هو الحال في العالم. هذه هي الحقيقة. لذلك يصر منتفضو تشرين على إكمال ثورتهم. شكرا جزيلا لك من باريس عبر سكايب سيد أمير الفرجي السياسي العراقي.